كسكو عليو وباح عين بعينيو مهر لقو عسومي وحلو عيارتمي ضيح يا عيدو نور كسكو عليو وباح عين بعينيو مهر لقو عسومي علافكو اسكو فيقا عروسكي ننعاوي وحكا ديقا عيكا لما نهيناس عالمضي علافكو اسكو فيقا عروسكي ننعاوي لبادينا نسعى شقي وحاسوها قريبي هويو يرعانيو عبي العسي يوم دم العشيرة دينا على القيد الولاية لبدينا نسعى شقي وحاسوها قريبية هويو يرعاني يوم عبي العسي يوم دم العشيرة دينا على القيد الولاية الله عورة تاويليو عرور خير ليدسي الله وعلي النبار عمرك الكوارتا الله وعلي النبار عمرك الكوارتا دعائي كعورة الله عورة تاويليو عرور خير ليدسي الله وعلي النبار عمرك الكوارتا الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أما بعد أيها الأحباء أيها الأصدقاء ذاتك ماشي سوي بلشد النوعية ذلك لقدسة سيدة مدحوين ياشا سيدة وضياشا سيدة علمانا أقويهانك ذاتك كل بلشد النوعية ذلك دون مهن نغتين وحمد لكم السلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد التحية والاحترام سلامك بعدي احترامك بعدي إلهي بامضان إلهي بامضان أم حسن شرفت أن النوي إلي إسلامك ينقد لي عقيدة إني عقيدة إسلامك قد لي كرامة النسيي نبت قليا ما أنت إسلام بدن وجراء وسنة سنين نسيي شرفتاً أن كنا الله إلهي إنه يهري باب محسن وحا محسن وكانت تلك قوشاً شرفتاً لديك كسو شطيي أخيارتي قرنقاً وجودة يموقت أخيارتي قرنقاً سوك هاني بايسنا مضان وحا كلو مضان أخيارتك السوقيب كشي حفلتك السوقيب كشي كل يسير دانتايا تلك حلقة أها نخبضة أها تلك أسي وقت يضو صغري بايا ونا مضان انتا كبعدي ماشي وحانا سوون نمد برنامج جور على خضر على خضر عبد يوسف ويلك اللي الى هذو هي كبرده الى حفصة عبد الناصر سيرات والله وي الموضة عبد الله والله وي الموضة اهل كينيا كل ودي انا كل سنة ماشي يعني سوون نمد فرصة الهي وحانا كبرينا ما انتو كالبرياء الله بضياء انو الهي نقاقبرو إلهي وحنا ويتسنى إن جوري قصير نقض جوري خير بدن إلهي وحنا ويتسنى إن جوري قلقو نستل قلقو نقادين النقض إلهي وحنا ويتسنى إن جوري مرتي مدرنا بكس أكسو هرتان إنه النقض أنت كبعدي برنامج الجور كلي هذا وبرنامج رباني أول يادوين وبرنامج وحوي السنة الأنبياء والمرسلين أنبياء إني رسولني لقد حلي ويا كسو قرني ولقد أرسلنا رسولا من قبلك
وجعلنا لهم أزواجا وذرية إلهي 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 نبي محمد هذه هرت الرسول بن صادر هي وحان ويا العرور يا هوان يا نويا لي أذورك واسطك المتاي نبي أنه وحوير يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج فإن لم يجد فعليه وجاء فعليه بالصوم فإن له وجاء قال يرى قوين له الله الله أبي ومقتل قال يرى وحالي والنبي سوى قوين له الله من استطاع منكم الباءة فليتزوج وأمر به هكو سيد أنك كركر أقول وقال يرى ما شبابك هكو سيد أنك شبابك ما أكي سياسة وكي كلاو كسير يرى ينصيك الله قال من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر بولي نبي أنه وحوري تزوج الودود الولودة فإن مكاثر بكم الأمم وحد قوس التالين قبلها قال يا فإني مكاثر بكم الأمم أنا وحاني ذو كفا طبعا يمانك قيامة النبي والله صوك على تدكيسة رسول الله تدكيسة كو صدوا فإلان وحان ربائينا يقو فربادنا صوك علان وانا ذو كفا انتمو النبي محمد هدو فان كو قسو ايو إنو كو فانتمو وحال الله ريسا مجرى ويلا قول كالبادياء ومسلمين تقول كالبادياء إن شاء الله تعالى قول كوحان كالبادياء كي أخير بالنائن ونغضو قول كالمان تدعى هيا قول كالليل هذا على خضر عبد يوسف باوحان الرواق ودى الليل هذا حفصة عبد الناصر سيرار يعني أن ليسيو ولمن يهم الامر انك تردك قضاء ويسيو وقبضا يا خير يا ويل كاس الهي سبركيو يا عصر يا جزاك الله مركا وحن ويري نبدون محمد شي عبد الله انه سرنا مجيب تو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اما بعد يا انت شرفت له ككوا برشلونه قايمه كلا دون حفلتك كسو قيب كشي سيدا سياسيين تاقرنك ماشي مدحوينا فديا مدحوين بطل مستر سعيد عبد الله سعيد عبد الله الدني مع فديا اسوي مع المعي على بدك اللي ما قال قرنك كي يا فديا كوفر يا جوب الله على فديا كوفر كلا فديا لما سياسيين تقارن كلا ما نرد في كل جوجا أولي ماذا أو يا شدقنك اسم ماذا كلا دلا كفرنا هول توكلا كلا ستلا بعد صحافة لما نقف كسماع أيام مصر كم برشل مشكوم مساكم مساكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كتب الحمد لله هو إله ما عندي إسكاله حفلتنا نروح مالو كل بيجي يا فرح الله قاسني ما هو ما العلينا هنا وحان كلام ما العلينا هنا ذاتك حضرتك سوى قيب قلي قوية هودية شقوية كوية كسوى تغي بابور تصور راعي حضرتك سوى قويني ما هو ما عدد يوم لحل بارك الله فيكم علينا انت اكدب حضرت واحد تيوال الشيقي حضرت حفلة سياسة ماها شر قبيل ماها شر سياسة ماها كامبين ماها وحفل الله ولا يرى ولا لا هل كل إسكندر جيدا أيوة هالشيء بلشان إسكندر ورتاي أروت على سواه ولا لا يبقى قولي هذا حد لا حد لا إن هذه لا مو ما أحد حكر الدارة يا كم قارنة ولا شيء شغله ما أحد يقدر كذي حلم بات هو يفعل ده هذا لا ده هم كل هيل هيل كنا كار كتير كيا الكلام بودها ما نسلام هيا أنت هكذا تقول عمار بفني مرة إيران خصي داهو سيد كوفي ويديستين قبرنا الليلة هذا روت ويل كي قبرنا الأربعة روحي هذا عن قبرنا بحيو يا هذا عن دورة واسو كيمة هذا سو حالين بعدين عن ويل كي قبرنا سيو أنت عن كذي قبرنا لو ويديستين أو حفصة عبد الناصر سيرار ما عبد الناصر وعجرس ودير جبلان وانوجاسة ويل كي قبرنا لو دورة هي وعلى خالر عبد يوسف قبلنا سي شرف يا كرام الحرمة كل جرتي هلا قبلنا هو بحنا بارك الله فيك الواس سيدنا مساري تاج القوان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد
وريتني أنا هذا أنا يوصل نقطي إن شاء الله تعالى مكرفو كذي هو حب راعي قالوا ما هي قلنا له قالوا ما هي أنا يوصل نقطي وريتني أخيار توحان ويجي سنة هنا أو كله كل ده جواد النسيان إن النور هعيان مهلكي أو أنا نذكر الريبين أيار يا أنا أخيار تمام ويجي سنة هنا إن شاء الله تعالى بروسس كي ويسكسو كيف كيفو بيا بسم الله كمان هذا فقرة أكون بحيي والله الصوماليين هكلا دوان هرتوا أكون بحيي ويلكنا اللوم بحيي نوح صورة قلم معها هرتوا هيدا شو ويلكنا كمان دو بقرة لا جدي ويمرتوا قال غير كان مدح اسمه لا بدو لا بقرة قال ويلكنا كمان عادي وهم بشرة قصة قلت ما لكن قرر لكن غير ما مش لكن يا لا بدو ما لو قاس قال ما تتسوطر إلا أنت أكيد بقول سيد أنا كمان ويلك أدور بارو أنا بيرك صورة قال ما سيد دارتي هو الكلام كمان وافس بارك الله خير بانكور جينا يا أبشا محمد ما صمت جزاك الله خير كاب في لين نادي وارتي مدد إن أساس كل يا بشير ما في لي بحان باش نقول يا وحي سوريا دي قبرني ماذا هي فرتيه يجيري يو بعض مصابري معكتي حفلة تسكر هاي هولي يقدر يقدر يوريك إن شاء الله تعالى بسم الله هذا وضعتي قبلها بعد أكوجه قيوها ما هي لكن ما عندنا كمان ما حتى ما تاسع الحكومة وقال السيد ويح يدي بتيا بعد كل جهة تقدر فرد كل شيء تبغاه قدوه بارك الله فيك إن شاء الله تعالى وحان ويدي سنة يا أقاس عبد الناصر سرار ماح أقاس إنه قاضي قدكتو قبدي سا حفصة عبد الناصر سرار ماح أقاس إنه ولا إذا ذا إسي يمهر كذا نيوي شاقو سيان أمهري على خضر عبدي يوسف بارك الله فيك وأنا كسي حفصة عبد الناصر وأنا ولا إذا دان هي عبيتنا أنا هاي لو جوب دوني أنا أتمارتي كم هيلسا على خضر عبدي يوسف بارك الله فيك نجنا وانك أقبلي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه كان غفارا علي خضر عبد يوسف أزوجك وأنكحك بما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان حفصة عبد الناصر سرار ماح أقاس بوكالة وليها إيايا وهو أبوها بمهر قدره 5000 دولار أمريكي زوجتكها وأنكحتكها بهذا المهر المذكور قبلت نكاحها وتزويجها بهذا المهر المذكور بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما بالخير على خضر عبد يوسف وحنكوغوريي وحنكوغمهريي إن أنت لغمك عابو حفصة عبد الناصر سرار ماح أقاس وآبهد وقاضي قدك تي ولا يدي دي سيي قبدا مهر كذا وشنكونو دولار ودولار كامريكان كا
قبضة وانكوجم هدي وانكوجوري علي ومكورستي. ها بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما بالخير. اللهم ربنا جعلنا للمتقين إماما. إنك سميع الصالحين. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. رب أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا. إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد. كينيا ماشي في ضاح لبنانا قوار مريسكا لبنانا سنة ترى دمانتي محيدك سلام 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 عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي كليا أنا مرينا وليقلها بعفد يا مدحوين كيجين كيجي سنة تركي فرتاك محلة يا همبليو أروسكي أروسطة وأدعيننا كل خير قبل الله كديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله إن أتفتح الأمرتان إلهي ويلي عاري إنو كان ديغا برواق يا بش بشاية ويلكي يا قبل دبا إيقولا استان فاتحة النوغ مرة سلا إنت أمر كان كبحو وحانا هاي قبل رجوب بلانا نتليا مدحوينا دك هاوين كا وان سلام مايا مدحوينا ها داني وحان سلام مايا وقاسية دنظر وحان سلام مايا محشبا بحو أهد دعال أون هو يدي سأحي كان بين كي سنة أحي وحان سلام مايا يوسف حسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قولي استمع داب عن نقيم السيد نقل سوقي بقشام شيخ يضا أبواني انت تركوا إذن وإذن السلام مايا قولي استمع جوب الله إذن قولي استمع فاتحة النمبر سلامك بعدي وحان همبلين لي هاي قولوا دعينا يا الله بركيو هيركا نور اسمي رجوب الله مثلا كسو جيدا ربحوها ويلك يقبرنا بها وقال سيدي يوم يروح على وادي عمل واسير يكسر جدار أربع مرات يمسح الله بلينا يا وحنا يا همبليو 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 الله بركة يو الله بركة يو الله بركة يو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. صباح يا أنا وعاد بعد أصل قابنا يا أبو عندي عاد بلوه الله أصحاب كانوا يقدر بيسا وحنا يا هاي وشرف وين أنا كسر قلبه أروس كل ما أنت حفظهم طلارن سعيد كي سرار وزيركا ويري أنا عاد أوفر حسن إن ما أنت يا معت ويا هاي عروس وين أنا قوي شاف تعالى أرجعين إنه الله الله هذا قبضة يويلكا وأنا لي إلى إلى إن شاء الله على قولي قدو كده قولي بركة يسن عروس وعن بركة إن شاء الله تعالى وحن ليها أنتي نكلا إمعتنا الله ينا بركة وما سنتين thank you very much شكرا لما وإذا سلام هيا دور كان لنا وهم دعاء سير فهرين والله قد دعي خير خير قبا وبحان كل هذا أولاد بارك ودين الإسلام كي يضطك والله وعفا إلهي خير كهكا كيرا الله أنا شبرا كي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام أغاسكو ماتسني هاي وحن ربا إنان كسو دوي حلوان داهية إنو إذي سلام ساقنا شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مرتدى سلام تكذب وحان روحتنا في الصف مدحونا هنا محمد سعيد داني مدحون السودو حفلة أتكسر وسعد بوما سنتهي وحان كور وين أنا مهنا بخ حد وانين تكينا مجيدة أربع آدم بن الدعالة ويسمو يوسف حسن أكسلنسي جبر النظيف يا دمان حد وانين تجبلان بعد ما سنتين دمان تيبا وحان روا أنا أود عينه عروسك يا عروستك يبي راح يكمل دشان يدك كسر بقول إن شاء الله وحن فينا نقول جاس إنه نقول قول النجي قول برواقه وبخير له إن شاء الله وحن كل روا أنا ماشي من كفر سر وحن ده ما أنت سوماليا يجبلان يكينيا وزير جونا رنت وحيد سيسا حدود كجيري أنا أنك قد بنوا إيه حساس إن شاء الله مستقبل حساس فينا مرك عرنتاس وعرن فرحات بدلنا أمان مرتين مسكوت سوي ما تحلي سود وأدبو مسجد.
thank you mheshimiwa Mohamed Ali Somali Hanolato sono and waxaan markan soo dhaweeyni mheshimiwa Duale inoo idan salaam mheshimiwa karibu bismillah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين مدحنا سدوه سدوه نيروبي وأروس كارنغان وخيمار وأنا شرفتي لها بشرف أنك حوال أمريكا فاملكي ويلكي قبلها وعندنا هاي علي قدر يو يا حفصة إنه نقدر نقول وارو قول نقول لسه دين الإسلام كه وقول جالس مو آخر يو سورة البقرة ما يقبل يبو تلك إيو يهل كان الجسور اللي ويو ويل إيو قبر يا عالنا لا يهرو مركا ما ده حدا ماشي سكوي ماتي سياسيين تا كسعودا جوبلاند إيو سوماليا iyo siyaasinta ka socda Kenya oo odayaasha meesha fadhiyaan iyo dhalinyarada iyo ganacsatada iyo culumada jeneraalka fadhiisamo Sheikh Anay Nairobi oo noobada meesha fadhiyaan ina ama marka soo dhawaada waa fiican waa la fiican yahay marka madaxweyne hadii doorasho ku jirtaa anaga doorasho ku jirna sasabuu waxaan u sheegayaa ما تبغى نيره مالك إذا كاميغا يقولوا فيه يبحث جوجا المغاني إذا كاميغا لكن عبد الناصر السعودي اللورد الحنا بريء عبد الناصر حوير مايا قصوره مرقى بشن ودك على سياسة بجرنا دروسا بجرنا لكن هاد وحبو الشيء هو MC وحوي ونحل لبعنا اللي قصوا دورتي تجمد المغاني ده يعني عن قصو جودو أنا ما كسياسيين تقول يلا هتسكرة مركا ميدو حنا هرجارس اللي جرى ليها منا حنا يا سياسي كينيا دسوي بدأكوا بلابا رجارس أكو بلابا أتي جارس أكو بلابا تنجارس روحان بعديو شيء غير مهما هذا كذي مهما سوبي تغني تنجارس بعدي لها أبار تجار نوعين بدنا إليها وعجرة أبار أو سياسية لكن أبار السياسية قبل حليلة وقتي بقى ترجارس وحليلة أبار تنهاي سي تقريبا أفر سنة يجوجو ويسوى طمانة يسا شن برودة قدما لكن سوى مرة وحكومة مالها أبار توي تجي إنك يريد بخطر زمان مرجع على قبري يا إنك رجع إلى ليه تلقى يا لسكودرين تلقى يا قريون سكوديبين تلقى يا مدعى سكلينين أبارت أنك جمع أم ديسن أبارت سياسي عن آير كسرقو تنو إنك أنا هير هذا أنت سني ما تدري تيجي أنت سانها مين دكين يعني قبر ماي لبدي كون يا لبدي وحاجر ودك إنك رجوف لبدي كونيو لبدي نيكي مدى يلا ونحرستي قالوا هاي نيكي مويا مكو تقاي وكرسي كبهاي تبالو حاجة الناخ لينا اقاي كينيا انت قاتي اي سوماري انت قاتي حالينا كفاق هذا اللي جري مرحوم وزير هان جري مركو وزير نقضي تدح بلاد قوله هدو ديارات شل كل انت حالي رحمد قريب سوف قريسين هذا وحركة كينيا دين عقوليسا سومالان دعك الله سيوضا لكن وقتك دي قدوا أنا أحمد خليفة أنا سان كيغا وما قصارا سياسي وحبطة أنك سان في عضا يبيع يعني وعن الله يابك له قرر هذا مركي دعيسو لما مالكليو الوحلو مدرسة قرر هذا كي دعيسو أجيء هذا ما قدم به مكتوب قدم به قراءة ما جاء هذا مكتوب قدم به قفوا حراتن ماشي سويش كمال تناركو كويه لسمو
dadka waxay wax ku darsadaan oo ay maalgeliyaan oo waqtigooda geliyaan qoraxda markay soo bixi, markaasaa xoolaha la dareerin, markaasaa dukaamada badeecada loo doonan, markaasaa caruurta iskool aadid, markaasaa kuwa dugsiga aadayin, markaasaa batatuyaasha suuqa galaayin, markaasuu ninkii saamin uu sahanka aadi. Laakiin waxaa arkaa qoraxdii dhacaysay iyo nin sii socdo ee waxba ku darsan rabo, markaa taana waa la iska imaan doonaa. Marka labadaas hambo, mida gaaris waa idiin sheegan karana waa saxankaas waa ku jiraa. Marka Kenyana meel ay ugu badan tahay, insha allah meeshaasna dowladda Kenya muhiimaday u tahay Soomaalida, waddankan iyo regionka. Madaxweynaha wog dowladda Kenya dhalan doonto aada mar waxaa dhici kartaa inuu xerkeeno, laakiin waxaa halkaa dowladda inay Soomaaliya waxay u qabato, Soomaalida joogto Ethiopia wax u qabato, Soomaalida joogto qurbaha iyo meelaha kale wax u qabato. Marka laazim waaye, waana munaasab dowlad kasta oo waddankan ka dhalanayso ini ninka musharaxa gacanta lagu hayso ma? Magaalinkee gacantaan ku haya nimaa kale oo meelaha kale jira waxaa dhihi kiina gacanta ma ku haysi, anakee haduu soo galo waa nin Soomaaliya. Marka intaas aan dhiiga raali ahaada, waxaan leenahay seraar waadna suurtay gabadha Saito anii, waxaan seraar yani iyo maama Nasr maanta waa raadin rabaa. Maama Nasr maanta waa raadin, gabadha hooyada waa raadin rabaa maanta, aniga seraar iyo maama Nasr meelo kale isku barana iyo arrimo kale isku barana. Marka waa nin qiimo leh, waa nin aan tirsano, waa wasiirkeenna, waa waaskeenna, waa nin waxa weeye qiimo weyn kale Kenya, Soomaaliya, Nairobi uu degan yahay, Garis magaalada Garis countiga ayuu qiimo kale yahay. Waxaan leenahay intana tol waad suurtay, waana maasan tahay gabadhaasi wiilkaasna. Waxaan leenahay kuwii tolkooda iyo diintooda iyo gobolkooda iyo waddankooda anfacaan ayaan leenahay. Soo dhawaada. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waan idin wada salaamay. Farxad weyn bay ii tahay inaan ka qayb galno arooskan qiimaha badan. Waxaan aqoonsanayaa madaxweynaha martida noo ah, waxaan ku leeyahay madaxweyne soo dhow, dadkaadii baa dhex joogtaa, dalka labaad baa dhex joogtaa, soo dhow. Waxaa kaloota soo dhoweynayaa madaxweyne ku-xigeenkii Jubbaland, hore senatorka, soo dhow adiguna, xildhibaanada dibadda nooga yimid, walaalkay Aadan Barre Ducaale oon u baahayn soo dhoweysaan u baahneen, walaalkay Dr. Daahiye gabnarkeennii hore ee Garissa oo saaxiibkay walaalkay Nadiif, xildhibaanada, culimada, duqeyda, dhammaantiinba waan idin wada salaamay. Runtiina munaasabadan isu kaaya keentay, kolleyta waad maqlayseen halkan dad aan meelaha qaarkood wada fariisanin buu arooskan meel wada fariisiyey. Marka waa ku wada faraxsannahay. Anigu waxaan leeyahay Cali Khadar Cabdi Yuusuf iyo Xabsa Cabdi Naasir Seeraan, waxaan leeyahay Ilaahay hadin guurkiina ha ka dhigo mid bashbash iyo baraare iyo barwaaqa, Ilaahay hadin siiyo caruur kheyr qabta oo wax u qabata, dadka aad ka dhalateen iyo dadka iyo dalka iyo diintaba. Anigu gabadha Abti baan u ahay, walaashay Nasra dhashay, wiilkan adeer baan u ahay. Marka waxaan jeclaan lahaa in aad aada ugu dadaashaan baryahan dhalinyarada xaalkooda ma fiicna. Gabadhan lagu guurinayo waa gabadh qiimo badan, waa gabadh mutacallimada oo waxbaratay. Ragga qaarkii way ku yar adag tahay baan u malayn gabdhaha aqoonta leh. Marka aqoontana usii kordhi, gacantana ku dhig nin rag ah oo aan cabsanaynin noqo oo aqoonteedana ka baqayn. Xabsana waxaan leeyahay ninkaada aad ku adkayso gabdhaha faraha badan ee Minneapolis iyo meelaha jooga, isha yuusan ku dheeraynin, gurigaada aada u hayso. Marka waan idin wada salaamayaa. Xagga anigu siyaasadda waxaan ka leeyahay walaalkay Aadan iyo mashimiga MCA-ga iyo Nadiif iyo dhul Soomaaliyeed oo dad Soomaaliyeed ay joogaan bay tegayaan oo laga dooranayaa. Ninkii meesha ka soo baxana waa nin Soomaaliyeed,
marka waxaan isleeyahay meesha u baahan inaad garab siisaan oo taagnaad waa karkuul meeshaas xisaabtu ay wax noogu soo kordhaysa xagga dushaana hadda ninkan sahmiyey sahankaasi haddii uu wax ka dhashana waa kheyr laakiin annagu waxaan la jindaa ninka odayga ah marka miraa gunta kugu jira kuwa geed saaran looma daajee soomaalida tiraahda xaggaasaan u soconnaa xaggaanaas annagaa u jirna haddii ay ka soo dhalato marka wax khasaaraha nuguma jiraan labada dhinacba waana loo jira madaxweyne runtii farxad weyn bay noo tahay anugu inaad arooska nagala soo qayb gasho oo aad sharafto mudane cabdinaasir iyo nasra iyo reerka cabdi yuusuf ee cali khadar uu ka dhashay marka waa kugu soo dhoweynaynaa soo dhowow adiguna waxaan ku leenahay safar baad ku jirtaa safartaasi ilaahay ha kula gaaro waxa aad damacsan tahayna de ilaahay ha kuu suurtageliyo marka ugu horeysa waxaan jeclahay cali khadar cabdi yuusuf iyo xabsa cabdinaasir inaan u hambaleeyo oo ilaahay uga rajeeyo guur khayr qaba oo lagu waaro oo lagu nagaado runtii xaflad laga qayb galo waa mid ugu khayrka badan qoys soomaaliyeed oo dhismaya oo ehel ah inta kasoo qayb gashay iyo inta soo qabanqaadisana waa lagu mahadcelinaya dabcan annagu arooskan kasoo qayb galnay inkastoo honorable ducaalo yar waa laysoo celiyay laakiin meel ka fiicana loo soo celiyo fursad uu helay meesha uu socdo waxaan u malaynaya ma ahayn constituency-gisi dadkeeda halkaa balantu fursad fiican buu helay marka isaga ruuxadiisa in lasoo celiyo danbaa ugu jirtay war fiicanna waa sheegay ragguna waa kaftameen hal mid unbaa aasaasa meel kasta aan joognaba deganaanshaha danteeda ugu jirta iyo horumarku marka siyaasadaha kenyana waxaan rajaynaynaa inay guulaystaan soomaalida siyaasadda kenya u taagana inay guulaysato tartanku ceeb ma ah laakiin in laysu ogaado waa muhim kolley garilabama ninkamada qusbisaa la yidhi laakiin waxaan rajaynaynaa insha allah mar walba kuwii guulaysta inaan noqonno haddii ilaahay idan ka dhigo sidoo kalena soomaaliya deganaanshaha kenya iyo dowladnimada dadka soomaaliyeed ay hadda xoogga ugu yeesheen isbeddelka soomaaliya kasoo socda qayb weyn bay ku yihiin intii hadda ay siyaasadda kusoo bateen waa intii soomaaliya ay runtii horumarka siyaasadeed samaynaysay laga soo bilaabo shirkii halka lagu qabtay kubigaad dowladdii ka dhalatay way midda hadda weli taagan oo aan leecin kuwii horeed waa dhammaan jireen laakiin hadda waa tan waa laisku sii qoridhiibayay waxaan rajaynaynaa insha allah kaalintii aad laheydeen inay weli sii socon doonto guud ahaanna dalka soomaaliyeed ruuxaddiisa xaalad adag buu marayaa iyo isagana waxaan u rajaynaynaa deganaansho iyo horumar fursadda inaan cali khadar iyo xabse ka xumayna ma rabno golo siyaasadeed aan ka dhigno marka waa golo farxadeed waa ugu ducaynaynaa waalidiinta labada qoysna waxaan u rajaynaynaa iyagana inay farxaddaas la qaybsan doonaan aad baad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu